بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إثراء في تلفزيون دولة الكويت مع حلقة جديدة من برنامج يقول المثل. خلنا نسمع المثل شو يقول. يقول المثل: تموت الدياية وعينها في السبوس. مثلنا اليوم يتحدث عن موضوع معين، لما يسولفون يقول تموت الدياية، تعرفون الدياية وعينها بالسبوس. السبوس اللي هو شنو؟ هذا يعني الـ 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 يعني أكل الـ 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 الهوام، الدواب اللي موجود مثلا بالبيت عندهم طياح أكل وغيره. فالدياية هذه يعني تشوفها عينها ضيجة، تمشي وتنقد بالأكل تاكل، يعني لو تشوفها ممكن يعني هي ماكلة وشبعانة وتشوف أكل، لا إلا بتروح بتكمل عليه، مع أن هذا مو أكلها، السبوس هذا مو حاجة مثلا. فكذلك شو تسوي؟ حتى لو هي مريضة، لو بتموت كلش عينها على هالأكل. هذا يوصفون على منهم، يوصفون على الناس. في واحد مثلا الله مرهي عليه، عنده خير، عنده نعمة، عنده كل يعني كل اللي يبيه موجود، لكن سبحان الله عينه ضيجة على خلق الله. يبتدي يناشبهم، مثلا تاجر الله مرهي عليه وخيره وايد، الناس الفقارة يبتدي عاد يضيج عليهم، يقول لهم لا أنا أبي أستفيد، هذه تجارة، عينه على اللي عند الفقير. زين أنت الله مرهي عليك، ليش عينك ضيجة؟ وهم يسولفون عن الناس اللي ياكل بعيونه في بعض المناسبات، والكل يعرف هالشيء. في بعضهم يشوف له ما شاء الله خير والنعمة اللي احنا فيها، مثلا يروح حق احد هالمناسبات، بوفيه موجود والصحون موجودة والخيرات موجودة، سبحان الله يمشي ياكل، وهو طبعا شبع، بس يبتدي عاد لا يبي ياكل من هذا ويبي ياكل من هذا ويبي ياكل من هذا، ويعاين هناك شنو اكو وهذا شنو فيه وشنو هذا، يعني هو شبعان من زمان، لكن يبي الا عينه ضيجه. وفي بعضهم مثلا يعني مثلا وحده سوت عزيمه، نادت والله صديقاتها ايرانها يمين يسار، يو أول ما يطالعون الأكل اللي موجود شنه نوعه شنه فيه، وساعات تكون إيه يعني هي شبعانة بس إلا تبي تذوق هذا وتذوق ذاك علشان تعذرب بالأكل، هذا فيه ملح، لا والله هذا دهنة زايد، هذا مدري شون قايل، يعني عينها ضيجة. الحين وجبتك المرة وقالت لك يا هلا ويا مرحبا، خلاص الواحد يأكل اللي يقدر عليه وبس، خلاص الحمد لله خير وبركة. لكن إن الواحد عينه ضيجة على هالشيء، يعني في بعضهم حتى يعني يكون عنده خير وعنده نعمة، شو يسوي مثلا الله سبحانه وتعالى يعني مثلا أمر إنه يكون مثلا الشخص هذا مريض ولا شيء، فاستمرض عاد يبتدي يقول لا والله خلاص ثوبوا لي أنا، عطوا فلان وعطوا فلان ومدري شلون، سلوكه يبتدي يتغير، تذكر إنه كان يوم الأيام إنه كان مضيج على الناس، يعني عينه على القوت مالهم، لا هذا ليش يربح الكثر، أنا أبي أربح أكثر أو أبي أخذ من ربحه، عينه على هذيله. وعقب الله عافاه وشافاه ورد وصار زين، قال لا يبا خلاص رد على نفس العادة الذميمة هذه. فإحنا لما نتكلم نقول لما نطالع الخير والنعمة اللي إحنا فيه، تذكر يعني أن الواحد المفروض ما يكون في هذه الأخلاق، هذه تكون عينه ضيجة. ومثل ما قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في دعائه لما قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.
الحديث، النفس اللي ما تشبع، ومو بس بالأكل، العين لما تصير ضيجة على الناس والقوت اللي عنده. وهذا كان معنى مثلنا اليوم. يقول المثل ظلمة ودليلها الله. لما نقول عن هالمثل هذا ظلمة ودليلها الله، احنا يعني حتى من تراثنا لو نسولف، سبحان الله، الظلمة دائما إذا كانت موجودة محتاجين النور، ونور الله سبحانه وتعالى أعظم في كل المسائل. فلولين على أيام البحرية وعلى أيام الغوص والسفر، لما كانوا يروحون يسافرون ويقطعون هالمسافات الطويلة هذه كلها، يعني ما كانت عندهم ذيك الإنارة، يستدلون بس يعني بالاتجاهات وخبرتهم الطويلة والبنجوم، فيعرفون الاتجاهات. وبعض يعني لما تكون الأيام يعني فيها قمرة نور لهم شيء بسيط، لكن أهم في ظلمة، ظلمة فوق ظلمة البحر، يعني مجهول في مجهول ما يدرون، لكن عندهم يقين من الله سبحانه وتعالى إن الله بيوديهم المكان اللي هم يبونه، وبينجيهم إن شاء الله من المهالك، ثقة بأن الله سبحانه وتعالى معاهم في كل وقت وفي كل حين. فأنا أذكر من السوالف إن الواحد لما تكون عنده يعني عنده يقين بأن الله سبحانه وتعالى خلاص، يعني الله المدبر حق هالأشياء هذه كلها. هذا قبل يسولفون عن واحد ينقال له عبد الله خيرة، دائما يقول خيرة كل ما يصير له شيء، يقولون له مثلا ولدك طاح تعور، يقول خيرة والله ما يندرش صح، يقولون له الحين ولدك متعور، يقول والله خيرة بالأمر أنا ما أدري شو يصير، يقولون له مثلا الطوفة طاحت هالصوب، يقول خيرة. دائما استعمل هالكلمة. وعلى أيام قبل، على أيام الركايب والرحايل، شون شادين طالعين من مكان لمكان، وكل واحد عنده الذلول ماله، فأصدقاء قالوا هذا دائما يقول خيرة بالأمر وخيرة، هاي خيرة، خلنا نشوف إيش بيصير. فإيش سووا وهم ماشيين، الحين صار بالليل، أمرحوا وحبوا أنهم يباتون، فواحد منهم أخذ الذلول ماله وراح عقله وحطه وين فيه، يعني ربطه حطه ورا الجبل ما يبين، فقالوا له الحق الحق ترى الذلول مالك هج وراح. قال لهم والله خيرك، قالوا الحين احنا نقول لك شو اسمه، قال الله سبحانه وتعالى هو اللي كاتب هالشيء والله بيدبرنا. قال شلون الله بيدبرنا، شوف الحين الذلول مالك شلون، انت دائما تقول خيره بالامر. اثناء هالوقت طلعوا عليهم ناس، يوهم ناس اسلبوا اللي عندهم، خذوا الركائب اللي عندهم وراحوا، عشان يقولون له والله احنا ترى للامانه يعني احنا صج بقنا مشون، لكن الذلول مالك احنا خاشينه ورا. فراحوا وخذوه، قال لهم ما قلت لكم ان خيره؟ يعني شوف ساعات الله سبحانه وتعالى يعني يدبر الامور، فلا بد انها في لها حل وفي لها دليل المساله، لكن هذا الامر عند الله سبحانه وتعالى. واكو حديث عن الرسول عليه افضل الصلاه والتسليم لما قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا يعني الحديث ما شاء الله كأنه يوصف معنى المثل. وهذا كان معنى أمثالنا حق حلقة اليوم.